صلاح، موقف موسكو واضح من هذه المسألة، تصف هذه الاتهامات بأنها استفزازات، وتصف أيضا تلك الصور التي نشرتها سلطات كييف ونشرها التلفزيون الأوكراني ووسائل الإعلام الغربية بأنها صور مفبركة، الهدف منها هو استفزاز روسيا ومحاولة شيطنة الجانب الروسي وإظهار القوات الروسية بأنها ارتكبت إبادة جماعية وجرائم حرب. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يتوانى في وصف هذه الاتهامات بالمسرحية التي أعدتها الجهات الغربية، حتى أن رئيس مجلس الدوما قال بأن هذه الاستفزازات هي مسرحية أعدتها، كتب سيناريوهاتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقام المدنيون في أوكرانيا بلعب الدور التمثيلي، في إشارة واضحة بأن موسكو ترى في هذه الاتهامات بأنها عبارة عن تمثيلية ومسرحية، الهدف منها هو استفزاز الجانب الروسي وتشكيل ضغوطات سياسية واقتصادية على موسكو. مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا هو الآخر وصف هذه المشاهد بأنها صور مفبركة، وبأن الهدف منها هو إثارة الرأي العام على روسيا وتشويه صورة الجيش الروسي. نتوقف عند هذه النقطة يوسف، بأن فاسيلي موسكو ستقدم بالضبط هنا السؤال، يعني أدلة عملية، ما طبيعة هذه الأدلة التي ستقدمها موسكو؟ لم يكشف نيبينزي على هذه الأدلة، لكن هو وعد بأنها ستقدمها روسيا في القريب العاجل بداية من اليوم للمجتمع الدولي، حتى لا ينخدع بحسب وصفه بالرواية الأوكرانية التي تستند إلى أكاذيب وصور مفبركة بحسب الرؤية الروسية. لكن على الأقل استنادا للتحاليل الخبراء، نيبينزي يستند في هذه الأدلة إلى عمل الخبراء العسكريون الروس الذين رأوا في هذه الصور المفبركة بأنها واضحة منها العملية التي تريدها أوكرانيا، هو عمل مسرحي منظم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لشيطنة روسيا ومحاولة الضغط أكثر سياسيا واقتصاديا على الجانب الروسي، حتى أن الجهات الغربية لم تكترث بالتحقيقات التي طالبت بها جهات عدة، ودعت إلى مواصلة الضغط أكثر على روسيا في الشقين السياسي والاقتصادي. سياسيا يتحدثون عن فصل روسيا من مجلس الأمن في حقوق الإنسان، ويتحدثون أيضا عن إمكانية فرض المزيد أو حزمة جديدة من العقوبات القاسية على الاقتصاد الروسي. بصورة عامة روسيا ترى في هذه الاتهامات بأنها فبركة وبأنها استفزازات من الجانب الأوكراني في محاولة لشيطنة روسيا والضغط أكثر على روسيا سياسيا واقتصاديا. حتى الكرملين رأى في هذه الاتهامات بأنها يمكن أن تعرقل مساعي المفاوضات والمحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني. أما الخارجية الروسية فقالت على لسان الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا بأن هذه الاتهامات وهذه الصور المفبركة من شأنها أن تعيق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف لاحتواء هذه الأزمة بطرق دبلوماسية وسياسية. منذ قليل واستنادا لوسائل إعلام روسية انطلقت بشكل فعلي المفاوضات، واستؤنفت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني عن طريق تقنية الفيديو، في ظل كل هذه الاتهامات المتبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وفي ظل أيضا تلك التصريحات التي سمعناها من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي قال بأن ما بات يوصف بجرائم بوتشا من شأنه أن يعرقل المسار التفاوضي بين موسكو وكييف للوصول إلى حلول سلمية ودبلوماسية تنهي الأزمة الأوكرانية.